أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله تبارك وتعالى، فإن تقواه فلاح ونجاح للعبد في الدنيا والآخرة. أيها المؤمنون، عباد الله، ها قد انتصف شهركم، شهر رمضان المبارك، انتصف الشهر بسرعة عظيمة، فالذي وجد من نفسه خيرا والتزاما ومسارعة إلى الطاعات فليحمد الله تبارك وتعالى، وليسأله الزيادة والثبات. ومن وجد من نفسه تفريطا وتضييعا فليبادر وليسارع إلى فعل الطاعات قبل ذهاب الشهر وانتهائه، فيندم حينما لا ينفع الندم. We mentioned, brothers and sisters, as you have seen already, we are in the middle of the month. Today is the 14th, the 9th, the night of the 15th. As quick as that, whoever did righteous good deeds in abundance, he should praise and thank Allah subhanahu wa ta'ala. And he should ask Him subhanahu wa ta'ala to increase him even more and to make him firm and steadfast upon this. As for those who fell short, they should rush and hasten in performing righteous good deeds before the month will be over. And one would regret it, but it's too late.
أيها الموحدون عباد الله، إن من أهم مقاصد هذا الشهر العظيم اللحمة الاجتماعية والتواصل الاجتماعي بين أفراد المسلمين الأقارب وغيرهم من الأصدقاء والأحباب، التقارب الاجتماعي وصلة الأرحام بينهم والمسامحة. هذا الشهر شهر المغفرة، شهر الرحمة، يتجاوز فيه المتشاحنون، يتجاوزون فيه عن بعضهم البعض. الله تبارك وتعالى يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجلان يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فهذا شهر المغفرة وشهر الرحمة وشهر التجاوز عن الناس، التجاوز عن الأخطاء. يا إخواني، إذا الإنسان في هذا الشهر الفضيل في شهر رمضان، ما حدث وما حصل بينه وبين إخوانه المتشاحنون المسامحة والمجاوزة في هذا الشهر العظيم، فمتى يا إخوة؟ وقطيعة الأرحام من أكبر الكبائر. قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: فهل عسيتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ والله تبارك والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر في قطيعة الأرحام، يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم. وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قيل له: ثم من؟ قال: أمك. قيل له: ثم من؟ قال: أمك. قيل له: في الرابعة من؟ قال صلى الله عليه وسلم: أبوك، ثم الأقرب فالأقرب، ثم الأقرب فالأقرب. فالمسلم يا إخوة يتجاوز في هذا الشهر العظيم، والله نسمع عجبا من تقاطع بين الإخوة، بين الولد ووالديه، وهذا والله من أكبر الكبائر. لا يدخل الجنة قاطع رحم، وخاصة في هذا الشهر الفضيل. الذنوب كما هي الحسنات تتعاظم، فالإنسان يا إخوة يجتهد في المسامحة ويجتهد في التجاوز والمعافاة عن الناس، كما أمر بذلك الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. We mentioned, brothers and sisters, that the month of Ramadan is the month of forgiveness, the month of reconciliation. We talked about the importance, or one of the main benefits of Ramadan and wisdoms behind the legislation of Ramadan is that it has a impact on the community, on the relationships between the kins and even the people who are just friends or just people you know. Allah tabaraka wa ta'ala ordered us to connect with our kinship in the Quran, and mentioned that from the sins, or from the greatest sins, is to cut off the kinship, and that these people will be cursed and blinded on the Day of Judgment. We mentioned too, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam in Sahih Muslim said, whoever cuts off the kinship will not enter Jannah. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam in Sahih Muslim also was asked about the closeness of your kinship, those who you have to connect with. He said sallallahu alayhi wa sallam 3 times, your mother, to show her value and her merit and virtue in Islam. And then in the fourth, he said sallallahu alayhi wa sallam, your father, and then the close and the closer. All of these are your folks, or your kinfolks, that one has to connect with. One has to connect with. And cutting off the kins is from the major sins. We said, we hear stories nowadays that are almost unbelievable. What happens between the brothers, the siblings, what happens between the children and their parents, there is no silatul arham. There's no connection. We said, ya ikhwa, the sins are just like the hasanat, the good deeds in Ramadan. They are multiplied. And they are greater in this month than other months, than the rest of the year. A true believer hastens and rushes to please Allah subhanahu wa ta'ala.
اعلموا أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. سبحان الله، الحديث هذا عظيم جدا. الزيادة في الرزق والزيادة في العمر تكون بسبب صلة الأرحام. الزيادة في الرزق والزيادة في العمر، ينسأ له الإنسان في أثره، يطال له في عمره، فليصل رحمه. والحمد لله يا إخوة، نحن في وقت الأمر سهل، بوجود الهواتف ووجود يعني التكنولوجيا الحديثة المتطورة، قضية صلة الأرحام أصبحت أمرا هينا وأمرا سهلا، وخاصة يا إخوة إذا كان المتباغضين المتشاحنين في نفس البلد بل في نفس البيت. على الإنسان أن يتقي الله تبارك وتعالى يا إخوة، وأن يسارع إلى فعل الخيرات، يسارع إلى هذا الأمر العظيم، يسارع استجابة لله تعالى واستجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أثنى الله تبارك وتعالى على المؤمنين في شدة مسارعتهم وتطبيقهم لما أمر الله تعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. We said even nowadays connecting with one's air and one's kinship is easier than before. With all the advanced technology we have, a person can make a phone call, send a text message. And it is very easy. People do not have an excuse. And it's unfortunate that we hear about these stories, not only people in the same country, but sometimes in the same household. So a true believer, ya ikhwah, is to take advantage of this season. And do not let the shaytan deceive you. Do not let the shaytan deceive you. His job is to disconnect the families and disunite the Muslimin, especially the kinfolks. So a true believer, ya ikhwah, is to take advantage of this season and to fear Allah subhanahu wa ta'ala. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يبارك لنا في هذا الشهر العظيم، وأن يجعله شهر مغفرة وإحسان وشهر عتق من النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إن ربي غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، إن من أفضل القربات والطاعات في هذا الشهر العظيم الإحسان إلى الغير، الإحسان إلى المسلمين، خاصة المحتاجين من الفقراء والمساكين. ويعظم الأجر في هذا الشهر المبارك الفضيل من الله سبحانه وتعالى الكريم، ألا وإن من أفضل العبادات في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمساعدة الغير من المساكين والفقراء كفالة الأيتام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وقرب بين الوسطى والسبابة صلى الله عليه وآله وسلم. أنا وكافل اليتيم، كفالة اليتيم القيام على شؤونهم ورعايتهم في منزلة النبيين، بل في منزلة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. الإنسان يا إخوة، المؤمن كيس فطن، يعرف المواسم ويعرف العبادات، فيتقرب إلى الله تبارك وتعالى فيها، إليه سبحانه وتعالى، يرجو منه الثواب ويرجو منه رفع الدرجات. We mentioned, brothers and sisters, from the best acts of worship in this month is to help and assist and aid those who are in need, from the poor and needy of the Muslimin. And one of the best acts of worship is to sponsor an orphan. To sponsor an orphan, the Prophet ﷺ said, I
and the one who sponsors the orphan will be gathered in Jannah like this. And he connected between his index and middle finger, sallallahu alayhi wa sallam. It shows, this hadith, ya ikhwa, shows the level and status of those who sponsor orphans. Especially in this month, ya ikhwa. Sponsoring an orphan in Ramadan is not like any other month. This is the month of rahmah, of maghfirah, of blessings, of provisions from Allah subhanahu wa ta'ala. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى يا إخوة سوف نجمع تبرعات لكفالة الأيتام بإذن الله. أيتام المسلمين إخواننا السوريين والفلسطينيين والأردنيين في الأردن. سنحاول بإذن الله تبارك وتعالى الاجتهاد في جمع تبرعات من أجل كفالة الأيتام لهم في هذا الشهر الفضيل. Today بإذن الله تعالى we are going to, as we do every year, alhamdulillah, even especially in Ramadan, we are going to collect donations for the sponsorship of orphans, the Syrians, the Palestinians, and the Jordanians in Jordan. We are going to collect these donations, bi'idhnillah ta'ala, from you. So please be very generous in your donations. The sponsorship can be a monthly, a month to month, or for a whole year. And this sponsorship, ya ikhwa, not only for the food and drinks, but also for the health benefits for this orphan. It is a complete package for them, either for 1 month only or for throughout the whole month. So please, ikhwah, be very generous. Be very, very generous in your donations towards these Muslimin, towards these orphans, these aytam. والمسلم يا إخوة كما ذكرنا يتخير هذه المواسم. والمسلم يا إخوة كذلك يحسن إلى خلق الله. أن الله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي يا ابن آدم أنفق عليك يا ابن آدم أنفق عليك. ونبينا صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الصدقة فقال الصدقة في رمضان. فالإنسان يا إخوة يحرص حرصا شديدا على أن يعطي ما استطاع. وهؤلاء الأيتام يا إخوة في بلاد المسلمين شرقا وغربا عربا وعجما بحاجة إلى مساعداتكم. والغني في رمضان يستشعر فقر هؤلاء المساكين فيعطي ويتصدق ويعرف نعمة الله تبارك وتعالى عليه وما أعطاه سبحانه وتعالى. We said, brothers and sisters, that the believer in these seasons, the seasons of goodness, one of the main reasons why Allah Ta'ala legislated Siyam is that the people who are wealthy and capable know how it feels to be the faqir and the miskeen because of the thirst and the hunger. This makes them appreciate what Allah Subhanahu Wa Ta'ala blessed them with, and at the same time makes them donate and give towards them. Please, ya ikhwah, be very patient with us. Only 2 minutes or 3 minutes, inshallah. The brothers are going to be in the back. They have pledge cards. You can give cash or checks. But please, ya ikhwah, do not leave. Do not leave, ya ikhwah, until you give. Ya ikhwani, حوال المسلمين في بلاد الإسلام شرقا وغربا عربا وعجبا عربا وعجما يدمي القلب والله. حال المسلمين يدمي القلب. فلعل هذه الصدقات تكون معذرة لنا عند الله تبارك وتعالى في تقصيرنا وتفريطنا. والشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. We said if you look at the status of the Muslims nowadays, everywhere you see that most countries are in calamity, are in poverty. So by us supporting these sponsoring these orphans, maybe this is an excuse for us in front of Allah subhanahu wa ta'ala, doing whatever we can, even if it was minimum. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يتقبل منا صالح الأعمال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل رمضان هذا شهر مغفرة ورحمة وشهر عتق من النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إنك قريب سميع مجيب الدعوات.
اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم يا ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مسافرا إلا ورددته إلى أهله سالما غانما يا رب العالمين. اللهم يا ربنا وفقنا لما تحب وترضى، اللهم يا ربنا وفقنا لما تحب وترضى. اللهم يا ربنا أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، والأمة الإسلامية في أمن وإيمان وسخاء ورخاء يا رب العالمين. اللهم يا ربنا تقبل منا الصلاة والصيام والقيام والدعاء. اللهم كن لإخواننا المستضعفين الموحدين في كل مكان، اللهم كن لهم عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم يا ربنا فرجك القريب بهم، اللهم فرجك القريب بهم، اللهم فرجك القريب بهم. اللهم يا ربنا إنك بصير عليم سميع مطلع، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا واحفظ مقدسات المسلمين من عبث العابثين، اللهم احفظ مكة والمدينة والأقصى، اللهم رد المسجد الأقصى إلى المسلمين، رده إلينا عاجلا غير آجل يا رب العالمين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم عليك بالحاقدين الغاصبين المحتلين فإنهم لا يعجزونك. اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترنا فيهم آية، اللهم أرنا فيهم آية. اللهم يا ربنا ردنا إلى دينك ردا جميلا، ردنا إلى دينك ردا جميلا، ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم أظهر السنن وأمت البدع، اللهم أظهر السنن وأمت البدع. اللهم يا ربنا وفقنا لما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.